قديك بوجابته في العرق الصمري مراحل بكرة تون إن وحنا وسوس في مدينة بس نوردا إن عاونا نتشوفنا سكرتها كيسة ما نتشي لبعد إن وحلقوا أساسي أما استيابها هو أساس كيس في مدينة حكم دها حنا دليرا وربرعة أو استريالا أيا يجو قوف كشاهين يا أيا وحير الرجين إن مجال ده برعاية صحي مجال ده خليه أدب فربنا وسبوين له أي كنوريهين لكن فرصه وعيه اللي هو يكوده أي فرصه بندقان ما كانوا يعني إن دلك قرائة ده وجب بدنا أي كنوريهين مجال ده برعاية حرمت كبر كتبير أما أي فرصه تشيدان مجال ده برعاء وحنو قوان سمعي إن البديك بوجاب تبرع السنة دغلبة آن وقبلناه يدا أي بديك بوجاب تبرع سنة كي وراء وكاب سمعه تلك بلاسته مجال ده برعاء أنا عاتنا وقلت أي مرتك لسي عاونا نحرتان كي سفرنا حرون تصيفو واه برحد بالله رانا نقول تلك اللي إن ما نشوي أنت رأي برعي أنت نسوي أدلي كريستا أنا نسوي قاري كريستا أنا قوارنا وقت دو كوي هاي مدح فربالو باف بديدا هذا ما بديك بوغاق تبرعو مركو أساس كي سسلا فيب يا له يا ودا بعيد جارا ودا مقال بديك بوغاق تبرعو حال رأي برعو لما أنت ذو حاسك على رأي برعو إذ كستا أو كشقين استانو حل باهي فرصوله وينينا بندق كلايا كدعا دلك يدي بدي يسا وحا لغو بحيا لعقا فربادن وملايين لكن أنا قو حاسكو دينينا كور تغنو إسلامر كانا أصمينو إن بارت لن يرد برعو يقو حو قودة إيا مال قودة إيا عرب تدو دو بأي تشابيات تاسنا حنو ملينينا نوسو تكشو إنتا أمركا كقيمة دو بندق بقاك تبرعو waxaan jecelahay madaxda sharafta badan ee nala fadhida iyo qowyahanka iyo labeenta iyo hadalka gobolka Togdheer iyo madaxda heer qaran ee ku suganba in bandhigga buugaagta baraha baahan yahay dhalinyarada u baahan yahay madaxdana ma jecelin aanu gudaha dhalinyarada nahay oo arimaha bulshada ka shaqeynaya uma soo istaajin inaan hadal cid dhalino ama cid maago way ku maasiin madaxda sharafta badan qaar bay soo weydiinay hadda marka halka tagnay igu lahaa وليها ما نحضر رضو تا مسؤولين تو وحال ايه مسؤولين تو ومسؤولين تا ايدي اما كان هذه الافين لغد السنة هوري سنة كدما اللي بيكو فرديين اقايل ويكا قاعدتر ان شاء الله ان شاء الله واحد شعال هاي انا نوم هاد عليو شركة ذيه ان دابعا دا اقايل ويكا قاعدتي شركة دا يقول ساقل تشد واللي بدايا دريتين ان شركة دا هكلا وحنو مهاد عليا ومنانتو كوبالسينيا jaamacad gudis farciyada magaalada burco oo iyadoo xil qaantay in hoolkeeda iyo kombaskii quruxda badan in ardayda ay tan uga fasaxay leedii bandhigga buugaagta burco ku soo bandhiga waxa kale oo aan maad cilmiya dadkii faraha badnaa qoyahanka ayaa go'aannada ahaa ee wadamada dibadiisa ka yimid in cabdalla oo wadanka jabuuti ka yimid iyo yuusuf shaacir oo ka yimid magaalada hargeysa iyo weliba go'aannadii qoraayada ka kaliya buurame iyo laascaanood